معنا الفنان والممثل المغربي جمال العبابسي. سي جمال مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. فين هذه الغبرة سي جمال؟ احنا في ميكاراما. ميكاراما في التلفزيون؟ التلفزيون وي شويه غابر شويه، درت شويه السينما هاد الاعوام الماضيه. شنو عملتي في السينما؟ شويه ديال لوطو برودكسيون، درنا اشتركنا في اعمال اللي هي كانت يعني مموله تمويل ذاتي. فكانوا عندي واحد خمسه ولا سته الاعمال اللي درتهم سينمائيه، اخرهم هو الشطاح. هو كاين هنا في الكرامه الفائد الجوي. الفائد الجوي درنا اخر تدريب ديال ياسين فنان، لا ديغني ريبيتيسيون. درنا كبروا من غوشي خويا الدار مع نور الدين دوغنا. درنا الكنز مع عمر. وكان كاين العديد من الاعمال الحمد لله. انت حاضر هذا العام في رمضان على صعيد التلفاز؟ شويه ولا بدا نزوروا الناس ديالنا اللي يكونوا في دايرين ديك المائده تبارك الله، ولا بدا حنا نكونوا حاضرين حتى حنا. شنو رايك في الانتاجات الدراميه المغربيه ولا الاعمال اللي شنا الدعايه ديالها مسبقا، الدعايه مكتفاه عبر التلفازه ديال السباق الرمضاني الحالي، رايك فيهم؟ هو كيقول لك عند فوره يبان الحساب عند الامتحان يعز المرء ويهان. ما نقدروش نحكموا من دابا. ما نحكموش مزيان، الناس راه اشتغلت، جابوا يعني لي برودوي كيف تنقول المنتوج ديالهم. المغاربه راه متعطشين للمنتوج المغربي، باغيين يشوفونا، باغيين يشوفوا المغاربه ديالهم، باغيين يشوفوا الاعمال ديالهم، يعني شي حاجه اللي خارجه من يعني من الوسط المغربي، من الحياه ديالنا حنا كمغاربه. مزيان، نتمناو يكون داك الشيء يعني غادي يروح للجمهور. هادشي اللي كاين. الملاحظة السي جمال، المتتبع ولا المشاهد ولا اللي كيعمل في الوسط الفني ولا الصحفي، الملاحظ هو هيمنة هذا العام في رمضان، هيمنة العنصر النسوي على الأعمال الدرامية تمثيلا وإخراجا وتأليفا. كيف كتشوف هذه القضية؟ وبعدا أولا كنهني المرأة بالعيد ديال المرأة اللي داز هذه يومين، حنا اليوم 10 وما داز غير البارح. هنيئا لكم العيالات. العيالات راهما المرأة راه هي كل شيء. وشوف نقول لك واحد القضية، المرأة كتبقى سيريوز في الخدمة ديالها. يعني صافي الإدارة زعما المرأة ملي كديرها قايدات تخدم مزيان، كديرها بوليسيات تخدم مزيان، كديرها مو سيناريست ولا مخرجة ولا داك الشيء راه تخدم مزيان. ماشي ماشي كنقولوا باش يخدموني انا العيالات المخرجات، انا كنقول هذاك الشيء اللي كاين، الشيء اللي عطل. شهاده ديال الحق. شهاده شاهد. لا 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 انا شوف بالنسبه لهذا الشيء على لي ريزو سوسيو سورتو الانستغرام انا متواجد فيه، متواجد. علاش؟ كاين اللي كيقول لك لا ما هذا انت ربما يعني انت شويه السن ديالك ما كيسمحش تدخل لهذا الشيء. وهادشي شوف لا تكنولوجيا ما اقتصرش على واحد السن معين. حنا اكثر من هذا حنايا كننتميو لهذا الحق الفني، خصنا يعني اي حاجه نكونوا حاضرين فيها. لي ريزو سوسيو خصنا نكونوا حاضرين، يعني نقولوا حنا الكلمه ديالنا. وكندير شي حويجات انا في داكشي تاع الانستغرام، هذه راه الاحداث المغربيه هذه وكنهضر عليها. هذه راه مجله مزيانه وهذه شوفوها وتصنتوا ليها، وهذا هذه راه هذه هذا راه الفجل، كل الفجل فجل راه كيفاجي. ان كونسيبت، كل واحد واش كيدير؟ كاين اللي كيدير داكشي اللي قسم ليه الله، كاين اللي كيرونها، كاين اللي هذا كله. وشوف داكشي على حسب وخليونا معكم في الانستغرام. الانستغرام يا سلام. شكرا سي جمال. شكرا لك سي سمير، وتوحشناك. ما تغبرش علينا. موجود. حفظك الله.